عودة للنقاش مع الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عودة إلى الحدث المرتقب، وصول جو بايدن إلى إسرائيل، والمتوقع خاصة من الزاوية الأمريكية الإيرانية. اليوم دكتور مروان، البيت الأبيض يعيد التذكير بأنه لا دليل حتى اللحظة على يعني تورط إيران فيما جرى من المفهوم الأمريكي والنظرة الأمريكية. بالمقابل، التصريحات الإيرانية سواء من المرشد وزير الخارجية الإيراني، نائب الحرس الثوري، تأخذ منحى تصاعدي حتى أنه تهديدي. إذا أشرت إلى ما قاله نائب الحرس الثوري علي فدوي أن الاحتلال الإسرائيلي سيواجه صدمة أخرى إذا ما استمرت الجرائم في لكن غزة. هذه الصدمة من سيوجهها لإسرائيل؟ ليست إيران بالتأكيد. هم لا يتحدثون عن أنفسهم، أنا أعتقد أنهم يتحدثون عن حركات المقاومة في المنطقة، يقصدون بذلك حماس وربما حزب حزب الله. الله. أنا تقديري ديما، قرار الحرب أخذته حماس بالدرجة الأولى عندما قامت بهذه العملية العسكرية يوم 7 أكتوبر، وأنا تقديري الشخصي أنها لم تستشر به أحد، لا الإيرانيين ولا حزب الله، وأعتقد أنهم فوجئوا بمقدار ما فوجئ الجميع بهذا الهجوم، وحتى بمستوى الأداء الذي قدمته حركة حماس يوم 7 من أكتوبر الجاري. أنا أعتقد أنه قرار الحرب أخذته حماس، قرار توسعة الحرب سوف تأخذه بيد إسرائيل، لا بيد إيران ولا بيد حزب الله. أنا أعتقد أن إيران وحزب الله كما تشاهدين من تطورات حتى الميدانية يتجنبون الدخول في مواجهة مع إسرائيل بأي ثمن. تقديري الشخصي أنه إيران نعم تريد أن تقاتل إسرائيل، لكنها تريد أن تقاتل إسرائيل بالدم العربي، لا تريد أن يعني تسفك دم، نقطة دم واحدة إيرانية في هذه المعركة، كما كانت تفعل على مدى يعني على مدى عقود، تقوم بمقاتلة الجميع من خلال وكالات، يعني من خلال حروب وكالة. أنا أقصد حزب الله كذلك الأمر، يعني حزب الله لا يريد أن يتورط في مواجهة مع إسرائيل، لكنه محرج لأنه هناك ما يسمى وحدة ساحات المقاومة، وحماس تترك وحدها تقريبا منذ 11 طب يوما تتلقى دكتور، كل هذه اسمح لي أن الضربات. أستوضح، لأن هذه نقطة كثير مهمة. البارحة خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، كان على شاشة العربي وتحدث شاكرا الإشغال الذي يقوم به حزب الله على جبهة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولكنه أيضا قال إنه ليس كاف نعم صحيح. كمحور مقاومة. هل تستطيع إيران أو حزب الله يعني تحمل كلفة ترك حماس لوحدها في هذه المواجهة؟ أنا أعتقد أنه هم لا يستطيعون أيضا تحمل تكلفة الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل الآن تحديدا. أنا ذكرت لك في البداية بأن الأمريكان جاءوا بقضهم وقضيضهم هذه المرة، يريدون أولا أن يردعوا حلفاء يعني إيران، عن إيران وحلفائها أقصد حزب الله في هذه الحالة، عن توسيع نطاق المواجهة، وهم موجودون في شرق المتوسط، لديهم حاملتي طائرات، لديهم عشرات الآلاف من الجنود الآن. اليوم تحدثنا كمان عن دعم الوجود العسكري الأمريكي في شرق المتوسط ب4000 من قوات البرمائية الأمريكية. إسرائيل قبلت المساعدة العسكرية الأمريكية لأول مرة. تقديري الشخصي هناك نقاش في إسرائيل الآن، وهذا أنا أعتقد الذي يجب أن ننتبه إليه جيدا حتى نعرف الحركة المقبلة في السلوك الإسرائيلي. تيار يقول يجب التركيز على غزة وعدم فتح أي جبهة أخرى، لأنه الضربة التي تلقتها إسرائيل من غزة يجب أن يكون ثمنها القضاء على حركة حماس. هذا تيار موجود في إسرائيل. التيار الثاني يقول بأنه هذه فرصة مناسبة ربما للقضاء أيضا على قدرات حزب الله العسكرية، لأن الخطر الأكبر بالنسبة لإسرائيل يأتي عمليا من الشمال، لأن قدرات حزب الله يفترض أنها أكبر بكثير من قدرات حركة حماس، وأنه إذا لم تستغل إسرائيل هذه الفرصة التي يحتشد فيها العالم الغربي كله لدعم إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية موجودة عسكريا في المنطقة لدعم إسرائيل، فلماذا لا يتم اقتناس هذه الفرصة وتوجيه ضربة عسكرية أيضا لحزب الله وتوريط الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في هذه الحرب؟ أنا أعتقد وماذا عن إيران هذا دكتور؟ السيناريو لأنه الذي أيضا تخشاه عين إيران نتنياهو أكثر من كانت على غيرها. إيران طول الوقت. بالتأكيد هلا أنا تقديري الشخصي أنهم في إسرائيل لو وجدوا دليل واحد على أن إيران يعني متورطة في هذا في هذه العملية، لا أنا أعتقد لا كانوا استثمروها لأبعد الحدود. هذا تقديري الشخصي، لأنهم يريدون كما ذكرت لك أيضا أن يورطوا الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مع إيران. إسرائيل لا تستطيع وحدها أن توجه ضربة عسكرية قاسية لإيران، لذلك هي بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أنه الإيرانيين يعرفون ذلك جيدا، يريدون أن يتجنبوا هذه المواجهة بأي ثمن،
ويريدون يعني قطف ثمار سياسية لما يجري دون أن يتكبدوا أي خسائر. لكن لاحظ اليوم مثلا هناك ضغوط تتزايد على بايدن. تم توقيع رسالة من 113 عضو في الكونغرس الأمريكي، 63 من الديمقراطيين، 50 من الجمهوريين، يطالبون فيه الرئيس بايدن باتخاذ أقصى الإجراءات بحق إيران، لأنهم يقولون بأنها حتى لو لم تكن متورطة بشكل مباشر فيما حصل يوم 7 من أكتوبر، إلا أنها تقوم بدعم حماس، تقوم بدعم حزب الله إلى آخره. هم يطالبون بوقف، بمنع إيران من تصدير نفطها إلى الصين، فيما يتعلق بموضوع الأموال الإيرانية، فيما يتعلق بموضوع العقوبات المفروضة على إيران عسكريا، والتي يفترض أن تنتهي يوم غد على ما أعتقد، يعني يوم غد مفترض بموجب يعني الاتفاق النووي الذي وقع معها بعام 2015، ويطلبون من بين اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيران من الاستفادة من انتهاء هذه القيود العسكرية المفروضة عليها. لذلك أنا أعتقد الضغوط سوف تزداد على إيران بدون شك، لكن أنا أعتقد أنه لن تصل إلى حد المواجهة العسكرية، لأنه لا إيران تريدها ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريدها. الوحيد الذي يريدها بتقديري هو إسرائيل. إسرائيل تريد أن يعني تضرب إيران بالولايات المتحدة الأمريكية، تستغل هذا الوضع القائم حاليا وتذهب بهذا الاتجاه. هذا النقاش الجاري اليوم في إسرائيل لا أعرف إلى أين سيؤدي. لذلك يعني قلت أنا إنه قرار توسيع الحرب بيد إسرائيل وليس بيد حزب الله وليس بيد إيران. إيران سوف تتكلم كثيرا خلال الفترة القادمة، لأنها تريد أيضا كما ذكرت لك أن تبرئ نفسها من أنها لا تفعل شيء، يعني هي مجرد تتحدث، يعني مجرد كلام وتهديدات وإلى آخره، وأحيانا تصريحات متناقضة تصدر. يعني أحيانا تصريحات تصدر وزير الخارجية يظهر في اليوم التالي أحد العسكريين الإيرانيين ليقول بأنه نعم سوف نفعل شيء تجاه إسرائيل، لكن المقاومة وحدها قادرة على القيام بهذه المهمة، بمعنى أنه تاركين الأمر إلى غيرهم. حزب الله هو الآخر، ليس في وارد. تقديري الشخصي لاحظي أنه التصعيد بينه وبين إسرائيل تصعيد مدروس، يعني ضربة بضربة، قتيل بقتيل، يعني من هذا الباب. ليس هناك قرار بأن يتم توسيع المواجهة، لأنه تقديري الشخصي أنه حزب الله غير مستعد لها، أوضاعه الداخلية والولايات المتحدة بما فيها جو بايدن بحد ذاته غير مستعد لها. لنعود إلى هذه النقطة دكتور، ويعني أود أن أسمع قراءتك للمشهد الأمريكي الانتخابي في هذه الأوقات. المفارقة الكبيرة أن دونالد ترامب يتحدث الآن ويذم بنيامين نتنياهو ويقول بأنه كيف لا يثق به، خذله عندما كان هناك التحضير المشترك الأمريكي الإسرائيلي لاغتيال قاسم سليماني وقال تراجعت إسرائيل في آخر اللحظات، ومن ثم حاول بنيامين نتنياهو أن يخطف ثمار هذه العملية الأمريكية بالادعاء بأن إسرائيل كانت شريكا بها. أيضا تحدث دونالد ترامب عن الفشل العسكري الإسرائيلي بما جرى في يوم 7 من أكتوبر وانهيار فرقة غزة العسكرية بهذا الشكل السريع الذي صدم الجميع يعني من كل الأطراف، بينما بايدن يتعرض للضغوط خاصة من الجمهوريين بوضع اللوم عليه بأنه هو الذي يعني لم يتخذ مواقف حاسمة تجاه إيران، اعتبروا ما تم الاتفاق عليه من صفقة تبادل الأسرى والأموال ساعدت في تمويل هكذا عملية، وأيضا يستخدمون هذا انتخابيا. ما بين هذا وذاك، كيف التأثير الانتخابي على مجريات الحدث؟ أولا واضح أن هناك حرب طاحنة تجري في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا الاستقطاب الموجود في أمريكا يعني يكاد يكون قريب إلى حرب، ما يشبه حرب أهلية، يعني بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، كل طرف يحاول أن يعني يدفع الطرف الآخر إلى آخر حدود بجوز العملية السياسي. ولا تنسي بأن الجمهوريين أسقطوا رئيس مجلس النواب اللي هو أصلا منهم، لمجرد أنه اتفق مع بايدن على يعني رفع سقف المديونية الأمريكية لمنع إغلاق عمل الحكومة، يعني الشهر الماضي. لذلك هناك هذا الاستقطاب، هذه المعارك الشديدة التي تجري على أشدها كما تعرفين، لأنه نحن تقريبا دخلنا الموسم الانتخابي أو على وشك أن ندخل الموسم الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. تعرفي دونالد ترامب يعني يفتح النار على الجميع، لأنه يريد أن يقنع الجميع، يقنعنا بأنه لو كان رئيسا لما جرى ما جرى، يعني لو كان هو موجود في السلطة لكانت الأمور مختلفة. لا أعرف كيف يمكن أن تكون الأمور مختلفة، يعني هو يريد أن يقنعنا بذلك. ولذلك هو تجدينه أنه يعني يوزع تقريبا الاتهامات ويهاجم الجميع بدون استثناء، وآخرهم صديقه يعني الشخصي القريب له بنيامين نتنياهو، اللي أهداه يعني ما لم يهده رئيس أمريكي لرئيس وزراء إسرائيلي في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل،
والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، والضغط باتجاه التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، إلى غير ذلك من الهدايا التي قدمها ترامب لإسرائيل عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وكان بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية. موسم الانتخابات في أمريكا اليوم يبدو أنه كل الأسلحة فيه، يعني كل شيء مباح، كل شيء مشروع فيه، الكل يعني يوجه السهام باتجاه الآخر. أنا أعتقد أنه الرئيس بايدن في موقف الآن ليس موقفا جيدا بتقديري. كما ذكرت لك، تقريبا كل استراتيجية الشرق الأوسطية انهارت يوم 7 أكتوبر، لم يعد لها وجود. كان تركيزه على الصين، على روسيا، على أوكرانيا، اليوم كل تركيزه وجهده تقريبا في منطقة أعتقد بأنه يمكن أن يتجاهلها أو أن يهملها كل فترة رئاسة. يعني هو من أول يوم جاء إلى السلطة، وهذه المنطقة، هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم يحظى باهتمام ولو دقيقة واحدة من وقت هذا الرئيس. لذلك فاجأته فلسطين، أو فاجأته المقاومة الفلسطينية بأنه أعادت القضية الفلسطينية أو صفعته في وجهه بها عمليا يوم 7 أكتوبر، وقالت له بأنه لا يمكن أن يتجاهلها إلى ما لا نهاية. ولذلك اليوم فعلا المأزق بايدن، المأزق الأمريكي بتقديري مأزق